أستاذ الدكاترة، هنشرح النهاردة موضوع جديد اللي هو الجاز كروماتوجرافي. طبعا الحمد لله ده تاني فيديو بعمله، الأول ما اتحفظش بس ما علينا يلا. المهم الجاز كروماتوجرافي ده موضوع متعلق بالمواضيع اللي كانت قبل كده، جزء دكتورة راوية، بعد كده اتحدث دخلنا في جزء دكتورة فوقية، عملوا شوية تحديثات موديفيكيشن، دخلنا في جزء دكتور جمال HPLC and جاز كروماتوجرافي. الجاز كروماتوجرافي هو نوع من انواع الكولم، زي ما خدنا مع دكتوره راويه في تاني محاضره ولا اول محاضره، ان عمليه الكروماتوجرافي ممكن تبقى تتعمل في كولم او ممكن تعمل في حاجه بلانر. لو اتعملت في كولم ممكن تعمل في كولم عادي اللي هو اشتغلنا فيه في اللاب، او ممكن يبقى HPLC كولم او جاز كروماتوجرافي، او ممكن تتعمل في بلانر اللي هو زي PLC او البيض. تمام، نيجي دلوقتي في الجاز كروماتوجرافي. اذا هو عباره عن كولم بس معمول فيه شويه موديفيكيشن او تحديثات خلت له مميزات عن الحاجات اللي قبله. فهنا بيتكون من ايه الجهاز ده؟ هنا الموبايل بيز بيبقى عباره عن جهاز، تمام، بحطه هنا عباره عن انبوبه كده بيبقى فيها جهاز، تمام. المفروض بتحكم في البريشر بتاع الانبوبه دي، حاجه اسمها نانومتر، ميركوري نانومتر، وبتحكم في الفلو ريت بتاعه عشان امشي بريت ثابت، تمام. المفروض بيجي هنا بيدخل على الكولم، انا ببقى هنا حائن السامبل من خلال انجكتور سبلايتلس انجكتور. هنا جاي موبايل فيز هياخد في وشه السامبل ويدخل على الكولم، يعمل عمليه السيبريشن، وبعد كده يطلع ديتكتور يحس بالمادة اللي جاية، يطلع لها كروماتوجرام، تطلع داتا عندي على الكمبيوتر، أقدر من خلال البيكس أحدد إيه هي المادة دي، يعني أعمل كوانتيتيف أناليسيز أو أعمل كواليتيتيف أناليسيز. مثلا طلع لي بيكس زي ده كده، والله أنا عارف إن المادة مثلا المادة ألف بيطلع لها مثلا بيكس شكله كذا، الوايتس بتاعه كذا، الارتفاع بتاعه كذا، دي كلها حاجات كوانتيتيف و كواليتيتيف اناليسيز للماده اللي معايا، تمام. المفروض انا في خلال الشرح امسك كل جزء من دول واشرحهم، موبايل فيز، ستيشنري فيز اللي بتبقى جوه الكولم، امسك الكولم نتكلم عنه، امسك الديتكتورز، تمام. طيب بدايه كده السامبل اما باجي احقنها بحقنها من خلال الانجكتور اسمه سبلايتلس انجكتور، تمام. اما بحقن السامبل بالنظام ده نظام حديث جدا، لان زمان مثلا كنا بنستخدم مايكرو سيرنج وبدخل السامبل اللي معايا اقل من 1/10 سكند، بس طبعا ده حاجه صعبه، يعني صعب الواحد يتحكم في السرنجة. فاحنا لو ما دخلناش السامبل كدفعه واحده بيحصل حاجه اسمها مالتابل فيدنج، او يحصل سبليتنج للبيكس، او يظهر اكتر من بيكس مماثل لنفس المادة. فأنا أتغفل مثلا وأحسبهم وأحسب إن ده بيكس المادة وده بيكس المادة وده بيكس لمادة تانية، تمام. ال سبلايتلس انجكتور ده فكرته إن أنا مثلا لو معايا مادة، لو معايا سامبل غصب عني عملت أوفرلود، السبلايتلس انجكتور ده نعتبره كأنه شبابيك، تمام، وفي فتحة بتدخل للكولم. هنا مثلا شبابيك تهوية وفي فتحة موصلة بالكولم، لو انا حاطط كمية كبيرة من السامبل الشبابيك دي هتنفتح تبخر زيادة من السامبل وتدخل شوية اللي انا عايزه، اما لو انا حاطط كمية صغيرة الشبابيك دي بتتقفل وتدخل في الشوية اللي الكولم انا محتاجهم، ومش هيحصل اي ضرر ولا اي سبليتنج ولا اي مالتابل فيدنج، تمام. ده كده فكره سبلايتلس انجكتور. طيب انا دخلت دلوقتي السامبل، المفروض بيبقى بظبط التمبريتشر بتاعتي، المفروض درجه حراره الكولم بتبقى اكبر من اعلى ماده بيحصل لها فولاتيلايزيشن باعلى درجه حراره. يعني مثلا انا لو معايا ماده الف ب 50 درجه يحصل لها فولاتيلايزيشن، ماده ب 100 درجه يحصل لها فلاتلايزيشن، مادة جيم ب 150 يحصل لها فلاتلايزيشن. المفروض انا اخلي درجة حرارة الكولم ب 200 درجة،
والانجكشن بورد بيبقى اعلى من درجه حراره الكولن بحوالي 5 ل 10 درجات. يعني انا هنا هخليه مثلا ب 210 او ب 205، ده كله عشان احافظ على ان تكون التمبريتشر طول ما انا شغال ايه تبقى ثابته. تمام. بعد كده المفروض اثناء عمليه الفصل الاليوشن او الماده او السامبل اللي هي ماشيه في الكولن دي بيحصل لها اليوشن على اساس ايه؟ يعني مين اللي هيطلع الاول، مين اللي هيطلع في الاخر، مين اللي هيقعد مش هيطلع كده، بتعتمد على حاجه اسمها بنوكولار ستراكتشر او البولاريتي. يعني انا مثلا لو معايا الكولن ده في ستيشنري بيز ماده بولار زي السيليكا، عديت عليه ماده فيها فانكشن جروب بولر، تمام، فاكيد الماده دي بتحب السيليكا فهتقعد ماسكه في السيليكا فمش هتطلع بسرعه. تمام. لما مثلا الماده دي الويت المولكولار ويت بتاعها كبير، تمام، اكيد مش هتحصل لها اليوشن بنفس السرعه اللي بيطلع بيها الماده الخفيفه. تمام. اكيد الماده الخفيفه هتطلع الاول. بعد كده الفيلوسيتي ممكن نقول ان هي معتمده على المولكولار ويت، تمام، او الفولاتيليتي. طيب ده كده مقدمة أو فكرة عامة على الجهاز. دلوقتي بقى المفروض بناخد كل حاجة في الجهاز ونتكلم عنها. هنبدأ مثلا الأول بالكولن. قلنا إن الكولن ده بيبقى منه نوعين، إما حاجة اسمها باكد كولن أو كلوزد كولن، أو حاجة اسمها أوبن تيوبيولار كولن. فده طبعا يعتبر عيب، تمام، لان انا عايز الكولن بتاعي يبقى طويل. فعندنا في نوعين من الكولن، اما باد كولن او كابيلاري كولن. الباد كولن ده بيبقى طوله بيبقى 10 متر، بيبقى الديامتر بتاعه 6، تمام. الكولن ده بيبقى مصنوع من الجلاس او الستين. بيبقى النمبر بتاع الزيوريتيكال بليتس بتبقى حوالي 30,000، ماشي. هنا الباكينج بتاعه ممكن يبقى الكولن ده الستيشنري بيز ممكن تبقى سوليد فيشتغل بالميكانيزم اللي هو ادسوربشن، او ممكن الستيشنري بيز تبقى ليكويد فيشتغل بالميكانيزم اللي هو البارتشن. طيب دلوقتي الكولن اللي هو الباك ده اللي هو طوله 10 متر، فهو كولن قصير، الدايمنشن بتاعه 6 ملم، فهو يعتبر تخين. الباكينج بتاعه قلنا ما يحصل ادسوربشن اما يحصل بارتيشن، تمام، وقلنا على حسب الطول بتاع الكولن بحدد الزيوريتيكال بليتس. الزيوريتيكال بليتس يعني ايه؟ الزيوريتيكال بليتس، الزيوريتيكال بليتس يعني اما انا مثلا اعتبر دي ستيشنري فيس، تمام، انا بحط السامبل بتاعتي هشوف عدد الطبقات اللي هتمر فيها السامبل دي، والله لو كبيرة اكيد السامبل بتاعتي هتنفصل بطريقة افضل. اذا كل ما يكون الكولن طويل، تمام، مثلا طوله 100 متر زي الاوبن تيوبولار كولن او الكابيلر كولن اللي هنشرحه دلوقتي، اذا اكيد الزيوريتيكال بليتس هتبقى اكتر، ماشي. فالباد كولن فيه 30,000، اما الاوبن تيوبولار كولن هيبقى في 200,000، تمام، لان الطول بتاعه بيبقى 100 مثلا والدايمنشن بتاعه بيبقى 1 ملم، فهيبقى هنا رفيع، وده اللي انا عايزه اصلا في عمليه الفصل. هنا في الاوبن تيبلر كولم او الكابيلر كولم المفروض بيبقى منه 3 انواع، اما ويل كوتد اما سبورت كوتد اما فيوزد سيليكا اوبن تيبلر. طيب دلوقتي انا لو جيت في الباك تو كولن، لو خدت منه قطاع، تمام، هاخد ده عباره عن انبوبه، تمام، مليانه من جوه الاستيشنري بيز ملياها من جوه. اذا انا لو خدت سيكتور من هنا، تمام، هيطلع لي الشكل ده، تمام، او بطريقه ثانيه ده مثلا الكولن، ماشي، وانا مالي استيشنري بيز سداه من جوه، ماشي، زي مثلا الكولن اللي احنا اشتغلنا فيه في اللاب، يعني كتشبيه مش اكتر، كنا حطينا السيليكا، تمام، وكانت سد الكولن فمفيش تجويف من جوه، ماشي. على عكس الاوبن تيوبولار بيبقى في تجويف، الكولن بيبقى مفتوح كده، تمام، بس بيبقى يعتبر الستيشنري بيست مبطنه، يعني عامله له كوتنج من جوه، تمام. فالاوبن تيوبولار كولن ده منه 3 انواع، اما ويل كوتنج
اوبيولار، يعني انا جبت الكولن بتاعهم تمام وحطيت عليه الليكويد موبايل فيز مباشره، او سبورت كوتد اوبن تيوبولار، يعني انا جبت الكولن بتاعي حطيت عليه ماده سبورت زي الدياتوم ثم حطيت عليه الليكويد ستيشنري فيز بتاعي، او جبت نوع اكثر تحديثا شويه اللي هو فيوزد سيليكا اوبن تيوبولار، جبت الكولن ثم جبت الماده زي البولي امايد ثم جبت ماده زي السيليكا ثم جبت الليكويد ستيشنري فيز تمام. الصوره مثلا بتاعتها اهي، هنا المفروض يبقى في كولن تمام، دي البولي امايد، عملت كوتنج الكولن بالبولي امايد كسبورت برده، وبعدين في فيوز سيليكا تمام، السيليكا دي حطيتها على طبقه البولي امايد. بعد كده بحط ستيشنري بيس، بعد كده بحط ليكويد ستيشنري بيس تمام. وطبعا الرسمه دي ان شاء الله هنلاقيها معانا بكره في الامتحان ماشي. فدي كده الفيوز سيليكا، وطبعا ده افضل نوع فيهم لان الليكويد ستيشنري بيس مش هيتفاعل مع الوول بتاع الاوبن تيوبولار لانه بعيد عنه، شفنا كام حاجه فصلناها، بالاضافه ان طبقه البولي امايد دي بتدي الكولن الفلكسبيليتي وبتدي له السترينث بتاعته تمام، وبتسمح لي ان انا اعمل له كويلنج، يعني احنا شايفين في الرسمه الاولانيه ان الكولن بيبقى ملفوف ازاي ماشي. ده كده بالنسبه لانواع الكولن ماشي. الكولن بتاعنا ده في فاكتورز طبعا بتاثر عليه، قلنا او بتاثر على الافشنسي بتاعته، قلنا النمبر بتاع الزيوريتيكال بليتس، يعني مثلا كل ما كان طويل كل ما كان رفيع كان افضل، لان الزيوريتيكال بليتس هتبقى كبيره قوي، اذا فالاوبن تيوبولار هو افضل من الكلوزد كولن ماشي. برضو في حاجه انا يعني بحدد على اساسها ان عمليه السيلاريشن بتاعتي دي حلوه ولا وحشه ولا النظام. يبقى في حاجات بتاثر على البرفورمانس بتاع الكولم، قلنا زي الزيوريتيكال بليتس، قلنا زي حاجه اسمها بيك سيمتري وريزوليوشن فاكتور، هنشرح دول بس الاول هتكلم عن التمبريتشر بتاعه الكولن. احنا قلنا ان الكولن لازم درجه حرارته تبقى اعلى من اعلى ماده يحصل لها فولاتيليتي ب 50 درجه تمام، وطبعا الكولن هنا المفروض ما ارفعش درجه حراره عاليه قوي، لان انا زي ما لسه قايل ان احنا عندنا ليكويد ستيشنري بيس، اذا لو رفعت درجه حراره عاليه قوي اذا انا هعمل بابلايزيشن الستيشنري بيس دي فيحصل بليدنج فهيأثر على الافشنسي بتاعتي. التمبريتشر انا بظبطها وممكن اشتغل طول عملية الفصل تمبريتشر واحدة بس، مثلا 50 درجة لمثلا 300 درجة طول عملية الفصل تمام، بسميها ايزو سيرما تمام، نوت ايزو كاتب، ايزو كاتب دي هنعملها هي دي هتبقى جزء منها، اما هنا هنخليها ايزو كاتب. بعد ايزو سيرمال تمام، بعد كده في حاجه اسمها جريدينت او بروجرامد تمبريتشر تكنيك اللي هي لينير او ستيب وايز. لينير يعني انا مثلا كل دقيقه هرفع درجه الحراره 5 درجات، كل دقيقه هرفع درجه الحراره 5 درجات وهكذا، حاجه لينير حاجه كونتينوس. اما ستيب وايز مثلا كل 5 دقائق هرفع، اول 5 دقائق رفعت 20 درجه، بعد 5 دقايق رفعت 50 درجة، بعد 5 دقايق رفعت 100 درجة تمام، ستيب وايز نوت كونتينيوس تمام. بعد كده انا احيانا مضطر ان انا ما ازودش الحرارة عن ليميت معين لان المادة مش هتبقى سيرمو ستيبل، تبقى المادة بالصدفة كده سيرمو لابايل هتتأثر بدرجة الحرارة، اذا انا ممكن اطبق بريجر. لما بطبق بريجر ده يغنيني عن اني ارفع درجه الحراره، وبكده انا يعني عملت جنب ان الماده اللي معايا تتكسر
بدرجة الحرارة. تمام؟ طيب قلنا ان الكولمن بالفورمانس بيتحدد على حسب الزيوريتيكال بليتس، على حسب الريزوليوشن فاكتور، على حسب البيك اسيميتري. تمام؟ قلنا يعني ايه بقى كل واحده من دول؟ الريزوليوشن فاكتور ده عباره عن معادله انا بعوض بيها، باخد حساباتي من الكولم اللي طلع، تمام، وبعوض في المعادله دي. والله احنا عندنا مثلا في الفارماكوبيا ستاندرد قالوا لنا ان المعادله دي لو كانت اكبر من واحد فاذا السيبريشن بتاعت ده مظبوط، الديجري اوف سيبريشن بين تو ادجيسنت بين مظبوطه. يعني انا عندي بيك واحد اهو بيك اتنين، هل الاتنين بيك دول المسافه اللي بينهم دي حلوه، ولا هل هما مثلا لازقين في بعض، ولا هل هما مثلا ماسكين في بعض كده؟ طبعا الافضل ان هما بعض عن بعض. تمام؟ فهنا ريزوليوشن فاكتور يساوي ريتنشن تايم بتاع اتنين ناقص ريتنشن تايم بتاع واحد على نص وايتس بتاع واحد على وايتس بتاع اتنين. اولا يعني ايه ريتنشن تايم؟ يعني ايه ريتنشن فوليوم والحاجات دي؟ ريتنشن تايم ده الوقت اللي انا هستغرقه من اول ما شغلت الجهاز او من اول ما عملت انجكشن للسامبل لحد ما يطلع بيكس. تمام؟ البيكس ده او الافضل نقول لحد ما يطلع ماكسيمم لحد النقطه دي. تمام؟ فده كده اسمه ريتنشن تايم. فده كده ريتنشن تايم بتاع ماده واحد، دي مثلا ريتنشن تايم بتاع ماده اتنين، حسبتهم اخدهم من اطرحهم من بعض على نص وايتس واحد نص وايتس اتنين، احسب الوايتس ده واحسب الوايتس ده واطرحهم. المعادله دي اصلا معادله خاطئه، المفروض هنا بجيب المتوسط، بس ما علينا. يعني المهم الريزوليوشن فاكتور في منهجنا اللي هو بيساوي المعادله دي، ولو المعادله دي يعني اكبر من الواحد اذا انا ماشي مظبوط. تاني حاجة بتأثر على كولم الافيشنسي اللي هو البيك اسيمتري. البيك اسيمتري انا طلع لي بيك زي كده، عايز اشوف هو سيمتري ولا لا، والله نقسمه من نص كده ونشوف المسافة من بيل سي على المسافة من هيل سي، لو كانت بتساوي واحد اذا البيك ده سيمتريك بيك. تمام؟ طيب لو كانت المسافة مثلا، لو البيك ده نازل معايا كده، لو كانت المسافة بين البيل سي اكبر من المسافة بين سيل ايه، اذا الباست اكبر من المقام، يعني الجزء ده اكبر يعني كده اكبر من الواحد، فهنا حصل حاجة اسمها فيلينج. تمام؟ ولو كان العكس، لو ان كان الاي سي اكبر من البي سي فهيبقى باست على مقام اكبر فهيبقى اقل من الواحد. تمام؟ فهنا بيعمل حاجة اسمها ليدنج، اللي هو الشغل العمل اللي احنا ذكرناه بقى ايه في السكيما. تمام؟ فده كده اتكلمنا عن الكولن والحاجات برضو والحاجات اللي هتأثر عليه. ماشي؟ بعد ما اتكلمنا عن الكولن هندخل بقى في الحاجات التانية، موبايل فيز، ستيشنري فيز، ديتكتورز. تمام؟ فهنمسك مثلا الموبايل فيز. الموبايل فيز قلنا هنا بيبقى جاز، الجاز ده انا هختاره على حسب الديتكتورز اللي انا هشتغل بيه بعد كده. مثلا عندنا ديتكتورز بتبقى حساسة للحرارة، هي كل شغلتها اللي هي تقيس الفرق في التمبريتشر. اذا انا لازم الجاز اللي انا هستخدمه لازم يبقى كوندكتيف للسيرمال، او بيبقى سيرمال كوندكتيفيتي. تمام؟ بيوصل للحرارة مثلا زي الهيدروجين او الهيليوم. ماشي؟ تاني حاجة لازم أن الجاز اللي انا استخدمه ده احيانا بيبقى الديتكتورز بتاعي بيعتمد على الايونيزيشن زي ما هنعرف في اخر الفيديو. فهنا باخد جاز بالقدرة على انه يحصل له ايونيزيشن. تمام؟ زي الهيدروجين مثلا. بعد كده انا عارف ان كل ما بزود التمبريتشر الفيسكوستي بتاعت الليكويد بتقل، كل ما بزود تمبريتشر الفيسكوستي بتاعت الجهاز بتزيد. تمام؟ وانا عارف ان الجهاز ده بيعتمد على التمبريتشر، فانا لما ارفع التمبريتشر انا هزود فيسكوستي بتاعت الجهاز، فده كده غلط على عملية الريزوليوشن اللي انا بعملها، هتاخد وقت اكبر وكده. فانا هنا بتجنب العملية دي وباخد حاجة اسمها كومبريسد جاز. كومبريسد جاز يعني ده جاز مضغوط مش هيتأثر بالتمبريتشر، الفيسكوستي بتاعته اذا كونستنت. تمام؟ فانا مثلا باخد هنا اي جاز بقى، مثلا زي النيتروجين جاز.
تاني حاجة برضو نعرفها الديفيوسيبيليتي، ما ينفعش اخد جاز له القدرة انه يحصل له ديفيوجن عالي في وسط الستيشنري فيز، لان كده هيدخل يتخللها ويقعد في البرز بتاعتها، فالنتيجة السامبل يعني تمشي من خلال البرز ما هيش حضارة، تمام؟ او هيحصل low efficiency of the column. فانا هنا بتجنب الحاجة دي وباخد حاجة لها low diffusibility، تمام؟ او هستخدم heavy gas، يعني gas اصلا تقيلة مش هتعرف يحصل لها diffusion، تمام؟ بعد كده لازم الجاز اللي عندي يبقى بيور، هنقيه اعمل له فلتريشن عشان اشيل منه اي داست، هشيل منه ميه عن طريق اجيب حاجه زي مولوكولار سيف تعمل ادسوربشن للمويتشر للرطوبه او الميه، او هشيل منه الاكسجين ان انا زي الكبر اوكسايد مثلا تمتص الاكسجين اللي عندي، لان لو استخدمت اكسجين هيروح يعمل اكسديشن الكولم ويعمل له رانسيريتي ويبوظه، تمام؟ يبقى كده بالنسبه للحاجات اللي المفروض تتوافر في الموبايل فيز. وقلنا ممكن يبقى الحاجات بقى الغازات اللي بنستخدمها زي النيتروجين زي الاريون زي الكربون دايوكسيد، تمام؟ زي الهيليوم مثلا، دول الحاجات الكومنلي يوز اللي بتتوافر فيهم الايديال كاركتر، تمام؟ كده احنا خلصنا الكولم، خلصنا الموبايل فيز، هندخل دلوقتي على الستيشنري فيز. قلنا الستيشنري فيز ممكن تبقى سوليد، الستيشنري فيز ممكن تبقى ليكويد. اما سوليد يعني هتشتغل بالابسوربشن، ليكويد هتشتغل بالبارتشن. السوليد تمام، لازم الكاركترز دي تبقى متوفرة في اي ستيشنري فيز هستخدمها، مثلا لازم تبقى انارت، لازم تبقى بورس، لازم عندها هاي ثيرمال كونتاكتيفيتي، جود ميكانيكال سيستم، يعني ما ينفعش مثلا ضغط عالي من الجاز يجي يضر الستيشنري فيز دي، ما ينفعش كده هيبوظها، تمام؟ السوليد دي بقى منها انواع، مثلا في منها سيليكا، في منها الومنا، في منها زيولايت اند كرومسور وايت، كرومسور بينك، شاركول. مثلا السيليكا والالومنا خدناهم جزء التغير، بلاش نزيد ونعيد فيهم. الزيولايت هو عبارة عن حاجة زي البلاستيك، عبارة عن ألمونيوم سيليكات، عيبها اللي هي بتمتص الرطوبة، بتمتص كربون دايوكسيد، فانا لازم اعمل لها بروتكشن، اغلفها بماده عشان تحميها، تمام؟ بعد كده عندنا حاجه اسمها كروموسور وايت، كروموسور بينك. كروموسور وايت جبت حاجه زي الدياتومز اللي احنا خدناها في بوتاني سنه اولى، تمام؟ وسخنتها مع صوديوم كربونيت لمده 900 درجه مئويه، تمام؟ عشان يدينا ماده لونها وايت، تمام؟ المادة دي اسمها ايرون صوديوم سيليكيت. الكروموسور بينك عبارة برضو عن كلي ومع دياتومز، تمام؟ سخنتهم مع بعض عند 900 درجة مئوية، ماشي؟ عشان ينتجوا لي سيليكيت مع ايرون اوكسايد، والايرون اوكسايد ده هو ده المسؤول عن اللون البينك، تمام؟ فاللي احنا بنستخدمه اصلا اليومين دول اللي هو كروموسور بي او كروموسور بينك، ماشي؟ ده كده بالنسبه للسوليد ستيشنري بيز. بعد كده في حاجه اسمها ليكويد ستيشنري بيز، برضو لازم تبقى انارت، لازم تبقى ستيبل، لازم تبقى الثيرمال كوندكتيفيتي بتاعتها عاليه. هنا المفروض اللي انا قلت اللي احنا بنرفعش درجه الحراره قوي علشان الليكويد ما يحصلوش فولاتيلايزيشن، او علشان ما يحصلوش بليدنج، تمام؟ فيأثر على القراءة بتاعتي، تمام؟ فانا المفروض اصلا استخدم حاجة تبقى نون فولاتايل، تمام؟ ده في الليكويد ستيشنري فيز. الليكويد ستيشنري فيز له ثلاث امثلة مهمين جدا هنلاقيهم بكرة ان شاء الله. حاجة مثلا بتبقى عندها هايبولاريتي، هايبولاريتي زي الكاربواكس
او البولي السيلين جلايكول تمام، او حاجه اقل بلاك سنه زي البولي سايلوبزان اللي هو عباره عن يام مع السيليكون اويل، او حاجه اقل بلاريتي خالص زي سكوالين. سكوالين ده عباره عن هيدرو كاربون مثلا تراي تربين تمام. انا هاخد الكلام ده كلمتين ان شاء الله. المهم ده كده الستيشنري بيز. طبعا ان السيبريشن ميكانيزم بيعتمد على الكيميكال ستراكشر، بيعتمد على البولاريتي، ما بيعتمدش على البويلنج بوينت تمام. وقلنا مثلا لما يجيب لنا سؤال يقول كومبوننت with different chemical structure and the same boiling point give different peak different retention time، نقول له صح، لان هنا في different chemical structure. اما لو قال لنا the same chemical structure with the different boiling point، لا دول هيدينا peaks واحد عادي لانهم the same chemical structure تمام. طيب بعد كده في برضه تعريف اسمه retention volume. قلنا احنا قبل كده قلنا الريتينشن تايم تمام، اللي هو الوقت اللي انا هستغرقه لحد ما اوصل الماكسيمم سوليد دي. اما الريتينشن فوليوم ده بقى الفوليوم بتاع الموبايل فيز اللي انا هستخدمه عشان اوصل الماكسيمم سوليد دي تمام. ده كده بالنسبه للكولن الموبايل فيز الستيشنري فيز تمام. كده فاضل حاجة واحدة اللي هي الديتكتور، هنكملها بقى في الفيديو التاني، علشان لو ده ما اتحفظش زي الأول فيديو أنا مش هعمل حاجة تاني.